ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. والحقيقة لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع مهم جدا بيشغل العالم كله، وهو الألف يوم الأولى من حياة الطفل. وطبعا فهمنا أن الألف يوم الأولى دول مش من بداية ولادة الطفل، لأ، من وهو لسه أول ما الطفل بيكون موجود في أو بيحصل الحمل أو بيكون موجود في بطن والدته أو أمه بيبدأ حساب الألف يوم. وقلنا أن فترة الحمل اللي هم التسع شهور بيعتبروا 270 يوم، اتكلمنا عن هذه المرحلة. وطبعا النهاردة هنستكمل هذه المراحل، هنتكلم عن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كمان. طبعا بناء على طلب حضراتكم وأسئلتكم الكثيرة، وطبعا حضراتكم طلبتوا ان احنا نستكمل هذا الحوار او الحديث لما له من أهمية، وأيضا نستضيف معانا ومعاكم النهاردة دكتور محمد عبد الرحمن خليفة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب جامعة الإسكندرية وزميل كلية كامبريدج إنجلترا. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. طبعا الموضوع كان مهم جدا جدا يا دكتور، والناس فعلا قد إيه عجبها جدا الموضوع ده، وعايزين بقى نستكمل ما بدأناه المرة أو الحلقة السابقة. عايزين نبدأ مع حضرتك المرحلة الثانية اللي هي بتبدأ من ولادة الطفل. أيوة. برحب طبعا بحضرتك والسادة المشاهدين، وفرصة كويسة ان احنا نكمل الموضوع. المرحلة الثانية من الألف يوم اللي هي بتبدأ من ولادة الطفل لمدة 6 شهور. ال6 شهور الأولين دول في عمر الطفل اللي هم 180 يوم. المرحلة دي طبعا قلنا لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى اللي هي بتاعة الحمل. من أول ما الطفل يتولد احنا اتكلمنا الأم خلاص ولدت واطمننا إن البيبي تمام وما فيهوش أي مشاكل، مش محتاج حضانة، ما فيهوش مشاكل في التنفس، وهيروح على سنة الطفل كويس ويروح مع مامته بعد الولادة. تمام. لأن طبعا احنا عندنا الولادة اللي هي فيها مشاكل أو الطفل مثلا لو احتاج حضانة ده موضوع تاني خالص. تمام. أو الطفل المبتسر اللي هو مولود في 7 شهور الشهر السابع أو وزنه أقل من 1.5 كيلو مثلا أو احتاج تنفس صناعي أو أيا كان، ده يعني موضوع تاني مش مجالنا دلوقتي. احنا بنتكلم على الطفل اللي هو الطبيعي السليم اللي اتولد مكتمل النمو في الشهر التاسع تقريبا، وزنه الطبيعي المفروض يبقى من 2.5 كيلو ل3.5 كيلو، ده الوزن اللي هو الطبيعي. طبعا قد يزيد شويه قد يقل شويه، ولكن المتوسط بتاعنا اللي هو 3 كيلو. تمام. الطفل دوت طبيعي محتاجش حضانه، المفروض ان هو اتفحص كويس جدا في المستشفى اللي اتولد فيها. دكتور الاطفال فحص كل حاجه في الطفل، اتاكد ان هو ما عندوش اي مشاكل، فالطفل ده روح هتعامل معاه ازاي بعد كده. طبعا عندنا الاول نخلي بالنا ان اول 24 ساعه دلوقتي بقى فيه تطعيم التهاب الكبدي، ده بيتاخد في المستشفيات حاليا في اللي فيها ولاده او بيتاخد في مكتب الصحه. عندنا طبعا تحليل الغده الدرقيه اللي هو كعب الرجل اللي بيتعمل كل يوم سبت وثلاث بحد اقصى 7 ايام من عمر الطفل، فده برده من الحاجات المهمه جدا. وتطعيم الدرن اللي هو الحقنه اللي بتاخد في الكتف، دي الحاجات اللي هي الاوليه. وطبعا معانا نوتش للاطفال اللي هي الجرعه الصفريه، دي الحاجات الاوليه اللي الطفل لازم بياخدها اللي هو الطبيعي اللي محتاجش حضانه. طيب الطفل دوت في حاجات الاول نخلي بالنا في اول بالذات 24 ساعه، الصفر. تمام. طبعا الصفرة دي برضو عايزه حلقات لوحدها او على الاقل حلقه منفصله، ولكن باختصار نخلي بالنا جدا ان الطفل اللي يصفر في اول 24 ساعه دي اسمها صفرة مرضية أو صفرة تكسيرية حسب سببها. المهم إن دي غير الصفرة الفسيولوجية اللي الناس كلها عارفاها اللي هي بتبدأ من عمر مثلا 3 أيام لحد أسبوع مثلا 10 أيام. دي بتبقى صفرة فسيولوجية بتروح بالرضاعة بمعنى أصح. لكن الصفرة تظهر في أول 24 ساعة دي معناها إن دي صفرة مرضية لازم نفحص سببها، وغالبا الطفل لو ظهرت الصفرة عالية بيحتاج حضانة. حابب برضه أوضح إن ملهاش رقم ثابت، بمعنى إن أنا نسبة الصفرة في أول 24 ساعة بتختلف حسب وزن الطفل وحسب عمره بالساعة، بمعنى أن ممكن طفل يبقى صفرته 5 في أول 24 ساعة أو في أول 6 ساعات مثلا دي تبقى عالية، غير طفل صفرته 5 في عمر مثلا 3-4 أيام دي ولا حاجة. فالرقم ما فيش رقم ثابت. تمام. هي عبارة عن كيرفات وجداول إحنا بنحسب حسب وزن الطفل وحسب عمره بالساعة، وبنشوف النسبة دي طالعة على الكيرف إيه أو في الجدول بتاعه محتاج حضانة أو لا، وفي أطفال بتحتاج أكتر من الحضانة. من ضمن اشهر الاسباب بتاع صفرة تكسيريه طبعا فصائل اختلاف فصائل الام عن الطفل. لو الام مثلا الار اتش بتاعها نيجاتيف دي بتبقى مشكله كبيره، بالذات لو الطفل مختلف عنها الار اتش بتاعته بوزيتيف، او لو الام فصيلتها او سواء بوزيتيف او نيجاتيف والطفل طالع اي فصيله تانية اي او بي او اي بي، ساعتها من الحاجات اللي بتعمل تكسير دم. وفي طبعا اسباب كتيره جدا، ولكن احنا بنتكلم على الشائع
ان الام تبقى داخله في خلال الحمله تبقى عارفه ان هي فصيلتها او بوزيتيف او او نيجاتيف، بتشوف الطفل فصيلته ايه، لو زيها مفيش مشكله غالبا مش هيصفر في اول 24 ساعه غالبا، لكن طبعا في اسباب تانية. لو الطفل مختلف في الفصيله الار اتش بتاعته بوزيتيف او مختلف في الفصيله نفسها اي او بي او اي بي، ساعتها الام تبقى عارفه ان هو الطفل ده معرض لصفره في اول 24 ساعه، فالمستشفى نفسها اللي بتولد فيها بتبقى عارفه وبتعمل تحاليل الطفل حتى لو الطفل مش باين عليه. يعني ممكن في اول ساعات من الولاده الطفل يبقى مصفر وما يبانش عليه. ودي نقطه مهمه جدا. فنخلي بالنا ان مش هيبان لون الطفل مصفر، وساعات بيبقى لونه محمر شويه كمان. فنخلي بالنا جدا ان لو في اختلاف فصائل او ار اتش لازم نعمل تحليل في اول 24 ساعه. بعد كده الطفل دوت تمام، لو هيزور الطبيب بتاعه، الطبيب بتاعه المهم ان هو يفحص الطفل بالكامل، يتاكد ان مفيش اي قلقيه، القلب سليم، مفيش اي صوت لغط على القلب او ثقب في القلب او اي مشاكل، ده بنسمعه بالسماعه وبنعرفه، وبعد كده بنطلب ايكو لو في مشكله. تمام. الحاجة التانية بنبص طبعا على فتحة المخ، دي مهمة جدا. الفتحة دي موجودة، المفروض بتقفل عند عمر تقريبا سنة ونص، ساعات بتقفل بدري عن كده، ساعات بتأخر شوية، ولكن المتوسط سنة ونص. فتحة المخ، فتحة المخ اللي هي بتبقى في الراس من فوق من قدام. المفروض الفتحة دي بتبقى شكلها شكل المعين. تمام، مش دايرة ولا حاجة، شكلها شكل المعين كده بالظبط، وديت بتقفل على سنة ونص، ودي اللي ربنا خلقها عشان المخ الجمجمة بتتمدد وبتكبر حسب ما المخ يكبر في الحجم، وفي لما الطفل وزنه يكبر المخ بيكبر، فبالتالي الجمجمة دي بتكبر. احنا عظم يعني عظمة الجمجمة ربنا مش خلقها حتة واحدة. يعني هم سبع قطع ربنا خلقهم لازقين في بعض. السبع قطع دول بينهم سوتشرز او فواصل كده معينه، وفي فتحتين المفروض فتحه المخ اللي قدام الناس كلها عارفاها، وفي فتحه بتبقى في المخ في الجمجمه من ورا يعني. فالفتحه اللي من ورا دي المفروض ان هي بتقفل قبل ما الطفل يتولد، ولكن ساعات بتستمر 3 شهور، فما نقلقش لو لقينا الطفل عنده فتحه المخ اللي قدام وفتحه الجمجمه اللي ورا، يعني الاثنين لسه مفتوحين اول ما يتولد، عادي جدا، بس محتاج متابعه مهمه قوي. تمام. فديت ربنا خلقها عشان حاجتين. اول حاجه الطفل وهو بيتولد الجمجمه ديت بتنبعك شويه، او ممكن العظم دوت بيركب فوق بعضه شويه عشان حجمه يصغر، فتعدي من عنق الرحم اثناء الولاده الطبيعيه، وفي نفس الوقت ان الفتحات ديت عشان لما المخ يكبر فالجمجمه حجمها بيكبر معاها فما يحصلش مشاكل. تمام. طبعا لو دي قفلت بدري دي بتبقى مشكله كبيره، وساعتها الطفل قد يحتاج عمليه، علشان ساعتها المخ ممكن يحصل ضمور فيه، مش هيلاقي مساحه انه يتمدد يعني. وبرده لو اتاخرت ساعتها بيحتاج فحوصات، عشان الطفل ده ممكن يكون عنده نقص فيتامين د او نقص كالسيوم او اي مشاكل تانية. فالدكتور بيفحص كل دوت، بيفحص كمان الاعضاء التناسليه للطفل، وخصوصا الولد بيتاكد ان مثلا فتحه مجرى البول في مكانها، لان ساعات دلوقتي بنشوف كتير ان مجرى البول الفتحه مش في مكانها، بيحتاج ساعتها عمليه تصحيحيه او تصحيح مجرى البول. دي طبعا بتتعمل قبل ما الطفل يتعمل له عمليه الطهاره، مهمه جدا عشان ساعات بنلاقي مصايب من الحكايه دي. فنخلي بالنا. وبرده الدكتور بيفحص الخصيتين يتاكد ان هو في مكانهم، ما فيش خصيه مثلا مرفوعه او خصيه مش في مكانها. تمام. فدي مهمه جدا. وبعد كده بنتابع بقى لو في صفره او ما فيش، وغالبا احنا الطبيعي في الطفل العادي اللي هو ما فيهوش مشاكل بنشوفه مثلا اول اسبوع لمده شهر، وبعد كده كل شهر لمده 6 شهور، وبعد كده كل شهرين لمده سنه، وبعد كده سنه و3 شهور وسنه ونص وسنتين. ده بدايه نهايه المرحله دي. تمام. تمام. المرحلة بقى الثالثة يا دكتور. المرحلة الثالثة اللي هي بتبدأ من عمر 6 شهور لحد سنتين. تمام. دي حوالي 550 يوم. أيوة. طبعا فيها بقى إدخال الأكل وفيها تطورات الطفل. برضو احنا يعتبر المرحلتين بالنسبة لنا يعني لو اعتبرناهم حاجة واحدة أو يعني شابكين في بعض شوية كنمو، المفروض إن احنا أول 6 شهور زي ما قلنا دي أسرع فترة لنمو في الطفل، المفروض إن احنا ما بندخلش فيها أي أكل. المفروض ولا مية ولا أعشاب ولا أي أكل نهائي غير الرضاعة، يا طبيعي يا مصنوعي. تمام. لكن مفيش أي حاجة تانية. بنبدأ من 6 شهور، وإن كان دلوقتي بنبدأ من الخامس، من أول 5 ساعات بنبدأ نظام إدخال أكل تدريجي. طبعا بيبقى خضار مسلوق، تفاح مسلوق، بطاطا، أيا كان يعني، في الأول حاجات كلها خفيفة، ومن أول 6 شهور بنبدأ نزود بالتدريج الأصناف اللي الطفل بياخدها. تمام. بنيجي بعد كده بنخلي بالنا تطورات الطفل مهمة جدا، زي التسنين مثلا. التسنين أنا ما عنديش يعني قاعدة ثابتة للتسنين، يعني ممكن الاقي طفل بيطلع اول سنة على 3 شهور وطفل تاني بيطلع اول سنة على سنة وشهرين 14 شهر. فده طبيعي وده طبيعي، عشان في امهات بتقلق جدا بتيجي على عمر 9 شهور او سنة والطفل ما سننش حاجة. ده عادي جدا، مفيش اي مشكلة. الاعاد برضو مهم جدا نخلي بالنا، لان احنا الطفل الناس دلوقتي يعني الاغلبية بتقول الطفل المفروض يقعد عند 4 شهور. هو طبعا الكلام ده ما بيحصلش عشان الناس بتخاف جدا. الطفل عندنا يعني نقطة معينة لو الطفل ما عادش فيها ساعتها لازم نستشير الطبيب فورا. وليكن لو وصل الطفل 6 شهور وما بيقعدش متسند ده كده اتأخر، لازم يستشير طبيبه. لو وصل 9 شهور ما بيقعدش لوحده ده كده اتأخر، لازم يستشير طبيبه. المشي نفس الكلام، احنا عندنا الطفل بيمشي تقريبا على سنة. ممكن يمشي قبل كده بشوية بعد كده بشوية، بس لو وصل سنة ونص ما بيمشيش
ده برضو كده اتاخر لازم يستشير الطبيب. مع العلم ان في اطفال بتيجي عند سنه سنه وشهرين بتمشي متسنده على كنب او على ترابيزات، وده طبيعي جدا. الطفل ساعتها بيبقى خايف بس محتاج ان هو يتجرأ، او وزنه زياده شويه فمش قادر يمشي بسهوله زي الطفل اللي هو وزنه اقل. طبعا المرحله الثانيه اهم حاجه فيها نفسيه الطفل وتطوراته النفسيه، وازاي اطلعه طفل واثق في نفسه عنده شخصيه ليه راي من دماغه، دي مهمه جدا. طبعا الطفل من عمر سنه لحد سنتين والثلاثه كمان بيبقى اناني جدا، بيبقى عايز العالم ده كله ملكه والعالم ده كله بتاعه تحت امره، وتلاقي الطفل لو ما اديتوش الحاجه اللي هو عايزها بيصرخ وبيصوت. لازم الام تعرف ازاي تتعامل مع الطفل دوت، ومش كل حاجه يعوزها لازم اديها له، ومش كل حاجه بالصريخ لازم اديها له، يعني ما لبيش رغباته خالص. لما الطفل يسكت ساعتها اشوف هو كان عايز ايه واديه له، عشان يربط ان رد الفعل دوت لما هو سكت. مش هو بيعيط، حتى لو بيعيط قدام الناس وفي الشارع، ده اللي بيحصل. اغلب الامهات بتتحرج واغلبها بتتكسف ان الطفل بيصوت، تقول خلاص خد الموبايل خد المفتاح ايا كان. فلازم لما يسكت اديله الحاجه اللي هو كان عايزها. الحاجه الثانيه اختيارات الطفل برضو، يعني مش لازم الطفل بيبقى عنيد وفي السن دوت عايز يعني عنده لا قبل الار، تمام. فانا لو جبت له مثلا الاكل ده قلت له كل الطبق ده مش هياكله، تمام، فلازم اجيب له حاجتين مثلا شبه بعض اخليه هو يختار، ففي الاخر انا نفذت كلامي وهو برضو حس ان هو اختار بشخصيته. يعني والله يا دكتور ما شاء الله الموضوع رائع بجد، ربنا يخلي حاجة. وحضرتك بتقول معلومات قيمه جدا تهم كل الاباء والامهات طبعا. ولكن وقت فقرتنا خلص بسرعه بيقولوا لي في الكنترول روم. في نهايه فقرتنا بنشكر جدا دكتور محمد عبد الرحمن خليفه استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده بكليه الطب جامعه الاسكندريه وزميل كليه كامبريدج انجلترا. بنشكر حضرتك جدا. شكرا. وبرضه بتوعدنا ان انت تيجي معانا تاني. ربنا يسهل ان شاء الله. حضرتك تنورنا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. ميرسي جدا لذوق حضرتك. مشاهدينا الاعزاء هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول، استنونا ما تروحوش في اي حته.